طبيبتها قالت إن امبارح أخذت جرعة إضافية من الدواء تبعها. ليش؟ لأنه صار له فترة طويلة معزولة عن جو الازدحام والناس، فبرأيها أنه لازم تعطيها جرعة إضافية مشان تضل هادية قبل الصورة. وهي الجرعة قديش بتاخدها؟ كل 3 أيام. وشو تأثيرتها؟ هي بترفع درجة التركيز، بس بنفس الوقت بتهدي الأعصاب لينضمن إنه ما تجيها نوبة. بس بعد منها رح تنام فترة طويلة. ها، طبيبتها قالت إنه مستحيل تكون قاومت تأثير الجرعة أكثر من 3 ساعات، وأكيد بعدها نامت. بغض النظر هي وين هلأ، معناها من لما طلع الضوء بعدها بنفس المكان اللي وصلت عليه. صحيح، مشان هيك لازم توسعوا المساحة اللي عم دوروا فيها. شو قصدك؟ قصدي يعني لو كانت لونا وصلابي للطريق العام وطلعت بشي سيارة، بتكون وصلت عشي ضيعة من الضيعة اللي حوالينا، فلازم نبلش ندور هنيك. طلبنا أزم من المعلم إنه يسمح لنا بس ما وافق. إيه لازم نحكي معه، ما بصير. جاد روق شوي. رأي أنا عمي، أنا رأي، بس هذا الحكي لازم المفروض من امبارح بالليل يكون صاير. لازم تكونوا بلغتوا كل مراكز الشرطة اللي حوالينا هون بالضيعة. أبو موسى شوف شغلك. إذا كانت ميتة لا سمح الله فالعوض بسلامتكم، وإذا كانت لساتها عايشة موجودة بالأسر أو حواليه أكيد من هون للمسا رح نلاقيها، وإذا لا هيك ولا هيك معناتها صارت بعيدة. بهالحالة لازم نعمل ترتيبات معينة مشان ندور عليها. ترتيبات شو؟ ما فهمت. هي بنحكي فيها أنا وياك مع الوالد لسا. نحكي فيها مع الوالد. ألو، أهلين. أهلين، ماشي الحال؟ لا والله لسا ما صار شيء. حاكيه وخليه يحكي مع سوزان، هو أكتر واحد بيكون عليها.